من الناس بيفضلوا الشوكولا البيضاء على كل أنواع الشوكولا التانية. طبعاً في كتير ناس بتستغرب من هالحب الكبير لهذا النوع، ولكن القصة الحقيقية يلي ما أنها مطروقة لأذان الناس أن الشوكولا البيضاء ليست شوكولا في الواقع، لأنها بتتكون أساساً من الحليب بدلاً من الكاكاو الصلب، وغالباً ما بتحتوي على زيوت النخيل والكثير من المحليات، وتمنح زبدة الكاكاو الشوكولا البيضاء ملمسها ولونها الكريمي. وأول من بدأ صناعة هذا النوع من الشوكولا هي شركة سويسرية بدأت بإنتاج الألواح الجديدة تجارياً عام 1936، وبتقول القصة أنها صنعت في الأصل من أجل استخدام مسحوق الحليب الزائد يلي تم تصنيعه خلال الحرب العالمية الأولى، وبنهاية الحرب خف الطلب عليها، لهيك كان صنع الأشرطة البيضاء الجديدة إحدى طرق استهلاك الفائض. وانتشرت صناعتها بالعالم بكتير نكهات، منها الكركم والرمان والفلفل الحار والليمون وأكليل الجبل وملح البحر. جميع الناس يلي وازنوا مذاق الشوكولا بكل أنواعها وخاصة البيضاء وجدوا أنه الإثبات الحقيقي إنها مانها نوع من الشوكولا إنها ما بتتمتع بطعم الشوكولاتة الكلاسيكي. ومن أكثر نصائح حول أضرار الشوكولا البيضاء إنها بتحتوي على سعرات حرارية عالية ولا يجب استهلاكها بكميات كبيرة.